السلام عليكم، مرحبا بكم ناس جي اس كا، توجور مع اخبار شباب القبائل. هذا هدف بودا لاعب رديف شباب القبائل، خلصوا مع سطيف هدف مقابل هدف. لايك الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. هذا هو الهدف من رأسية بودا بعد ركنية مع الرديف، غير تعادل، هدف مقابل هدف. هم عدلوا النتيجة، كانوا خاسرين أمام سطيف، الشوط الأول كانوا خاسرين، عدلوا النتيجة في الدقيقة 68. إن شاء الله يا رب العالمين تكون النتيجة الأكبر أفضل ونربحوا، ولما لا الحفاظ على النقاط الثلاث هنا في ملعبنا أول نوفمبر. وإن شاء الله، لأنه المقابلة كثير يقول لك بالك مشاكل سطيف وكذا هذيك، ولكن حنا لازم نستغلوا المشاكل هذيك ونربحوا المقابله، لانه سطيف قادر يجي لهنا ويصعب لك رغم المشاكل. نربحوا بربي ان شاء الله، والمقابله راهي تلفزي، وان شاء الله بيبليك يهبط ويعمر الاستاد ويكون في الموعد كما العاده. لايك الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق مع فيديو اخبار جديده ان شاء الله. سلام.